السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحاول نبدأ سلسلة جديدة نتكلم فيها عن الإكسل للبيم يوزر. وصراحة الإكسل ده من أحسن الأدوات اللي ممكن الواحد يستخدمها، وإن شاء الله ممكن تبقى فيه حاجة كده خاصة بالوورد والباوربوينت، هتلاقي فيه حاجات لذة جدا. البرنامج هيوفر لك وقت كتير قوي. يعني أبسط حاجة، لو أنت عايز تعمل مثلا معادلة، وليكن نفترض مثلا إن أنا عندي رقم هنا، وليكن مثلا 12 وهنا 13 وهنا 14 وهنا 15، عايز اعمل معادلة. عشان اعمل معادلة لازم اكتب علامة تساوي، وبعد كده ابدأ اشوف المعادلة اللي انا عايز اعملها. ممكن تعمل مثلا معادلة تكتب مثلا 8 زائد 9 وتدوس يساوي، هيكتب لك ال 17 مباشرة. لا، انا عايز يجمع لي كل الارقام اللي فوق. ممكن اقول له مثلا بيساوي، عشان تكتب معادلة لازم تكتب يساوي، وبعد كده تعمل دول كلهم، هو يفهم ايه ان انت عايز تعرف مجموع كل دول. طيب رفضها ليه؟ تعال نشوف اللي بيقول لي في مشكله في الفاليو. انا قلت له كذا كذا بس ما قلتلوش ايه هي، قلت له من كذا لكذا بس هو ما عرفش اعمل ايه. فممكن اقول له انا عايز صم، وبعد كده افتح القوس واحط كل دول واقفل القوس واقول له انتر، خلاص هو فهم ان هو هيعمل هنا صم. ممكن اقول له لا، ده انا عايز الماكس، يعني اكبر رقم فيه المجموعه كلها. طبعا اكبر رقم اللي هو 17 اللي هو كان المجموع بتاعهم، او ام اي ان مينيمايز، يعني عايز اصغر رقم فيهم بالشكل دوت. طيب ممكن لو انا مش عايز احفظ، ممكن اقول له مثلا هنا الفانكشن سم افريج، يبدا يجيب لي الافريج، بيقول عايز الافريج بتاعهم فجاب لي 14.2. فالموضوع سهل جدا، ولو بصيت هنا لكميه الفانكشنز هتلاقيها رهيبه جدا وكتيره جدا، وبالذات قاعده اف دي حاجه رهيبه. وهنا هتلاقي حاجات كتير جدا، هتلاقي حاجات خاصه بالهندسه، حاجات خاصه بالتجاره، حاجات خاصه ب حسابات، حاجات خاصة حاجات كتيرة جدا. تمام، مفيش حد اعتقد يعرف المعادلات دي كلها، كل واحد حسب التخصص بتاعه او الحاجة اللي هو مركز عليها. طيب انا لو عملت سيلكت على دوت وقلت له كوبي، وجيت اقول له هنا بيست، فلاقي في اكتر نوع من انواع البيست. ممكن اقول له بيست ياخد نظام هما، ياخد القيم، لا ياخد المعادلات. تمام، ممكن المعادلات تختلف من مكان لمكان وهكذا. ممكن اقول له انا عايز مثلا خدت دول كده كوبي، واروح هنا واقول له انا عايز اعمل بيست مثلا، ودي تعب بنحتاج كتير، اعكسهم لي، يعني اعكسهم لي، يعني بدل ما هم افقي خليهم راسي، او راسي خليهم افقي. اهو دول اهمت كوبي، واجي هنا اقول له اكس، خلي الافقي راسي وراسي افقي، بيتعملوا بالشكل ده بدل ما تكتبهم واحده واحده وتقعد تاخد كوبي بيست. لا، ممكن يخلصك منها بسهوله. هتيجي هتلاقي انواع كتيره جدا من ال طريقه اللصق، مش واحده ولا اتنين، لا في اكتر من حاجه. ممكن تاخدهم كعاليه صوره، ممكن تاخدهم ويظبط لك نفس الستايل لو انت عامل اي ستايل تقدر تشتغل عليه. فمفيد جدا الاكسل ان انت بتحسب حاجات. وفي اداه نزلت جديده اسمها اكسل بيم، ده تقدر تضيف الملف بتاع البيم لشغلك زي ما عملناها اكتر من فيديو، بحيث ان انت تقدر تشوف الشغل وتقدر تعمل حصر للعناصر ديت، وتقدر تعمل سيلكت على الجزء فيبدا هو يعمل عليها زوم ويعمل عليها هايلايت بالشكل دوت، وممكن يعمل ماتش سيل ستايل بحيث لما تدي لون هو يبدا ياخد نفس اللون ده ويبدا يشتغل عليه. مثلا هنا هقول له مثلا دوت كذا، وابدا اقول له ماتش وكذا، فيبدا ياخد نفس اللون زي ما هو موجود هنا. فالاكسل من الحاجات اللي هي لو انت بتتقنه بيوفر لك وقت كتير جدا في كده. هقول له ان انا عايز اعمل لينك، بيقول عايز تعمل أيه لينك للعناصر، فبعلم على العناصر دول وبتظهر علامه اللينك، وبعد كده اقدر اسحبهم واحطهم هنا. فكده مثلا لما اقف على الستوري، اقف على اي حاجه، هيبدا يجيب لي الحاجات ديت، الفرنتشر، الحاجات اللي معموله اسمها سلاب، الحاجات اللي معموله انها كولوم، البليت، الحاجات اللي معموله وول. فبيسهل لي الشغل بتاعي ان انا اعمل سيلكت على الستير مثلا مره واحده على الرامبات، وسهل عمليه الحصر.